أنا معي أيضا من الدوحة الفنانة الكبيرة سميرة سعيد. يا سميرة أنا ببارك لك وبقول لك إن أنا فرحانة زيك بالظبط، وألف ألف مبروك. يا حبيبتي والله انت مش قادرة تحسي باللي أنا فيه دلوقتي، أنا كأني طايرة في السماء. أولا عايزة أقول لك إن الأجواء في الملعب يعني مش ممكن رائعة، يعني انا يمكن ما حضرت ماتش او ماتشين في حياتي، بس من احلى الحاجات اللي شفتها في حياتي. وخلاني طبعا المغرب طبعا عشان هو النهارده عمل لنا مفاجاه عظيمه جدا، والحقيقه عايزه اقول انه ده فخر لينا كلنا، مش بس المغرب، لكل العرب، ان هم المنتخب ده عمل انجاز تاريخي. وبجد يعني انا النهارده مش فخوره كمغربيه مصريه، لا انا كعربيه فخوره بالمنتخب ده، وان شاء الله ان شاء الله نروح لامل. انا شايفه معاكي شادي يا سميره، معاكي ابنك. هو بقاله اسبوع بيدن عليا يا لميس. طبعا لازم نروح حبيبي، لازم طبعا. يعني خدنا القرار في اخر لحظه وجينا، يعني النهارده الصبح يعني وصلنا الصبح يعني من 4 5 ساعات، يعني طب لسه مش نايمين اساسا.